قلت له من تحت من تحت من تحت عربيني. 250 سلة غذائية من منظمة بيبل إن نيد للناس المحتاجة في مدينة أنجارة. آلية التوزيع رح تكون على الشكل التالي. نحن دائما بنوزع وصل للناس قبل بيوم. حاليا رح ناخذ الوصل من المستفيد، ندققه مع رقم الهوية ودفتر العائلة حسب القوائم الموجودة عنا. وبعد ما يتم التأكد من انه هو صاحب الاسم والوصل، رح نسلمه الحصة الغذائية المؤلفة من 3 كراتين، هي مرقمة 1 و2 و3. يعني بنسبة 90% الاعتماد على الإغاثة، لا يوجد شغل، لا يوجد عمل. نرجو من الله أن تكون هذه الإغاثة قد وصلت للناس المستحقين والمحتاجين. من مين؟ إغاثة. اسم المنظمة؟ هاي ورا هاي ورا هاي.